كرسي جواري بقى كمدها الله نحرسته ما ده أحد ما هو قوله إذا إسكومان دافني كرسي فري أو خلاه دوا مركز أساس مركبة جودية دي خلافات مركي تضرب حمل هذا كمد الله صاري أو خلاه يعني وحيابه أساس وحيابه يبيه هاي دينا أنا نقول ماشى كبح كالن انتبه وكل عسنا دور شذا ذحين حسن إيه هرت سووا حكمدها ما دش مشرحين دولة وين يدل كذا حكمتها وإن أمرك ورقتك صوب أحدا في لدو وتولد وش أي حدود كقتال وكهير جيل كرا هذا سمر كتعزي جرين وسيدة وحلال لسي كرا بنكو جرا إنه قدومي وحنقول مقالة إن مركي حلك لقى قاضي أدي تي إن قدوميها عصب كوري جسو وآتير أنا إسكله كدبنا هي أذاها أمن جا قاران كوا بوليس كيسو فرق جليان أرين تسمع حك جرا ما يبي يا حبا أنا دورشدي قدوم كي كله قريبا بانكا واقعلي مركا سبب من دكاله أود بوليس كو قدي كيسو فرق جلين كلا أود السياسيين تاكا حق بني بوليس كو مر والبا أمني كو كشقيني وأنا لا شقيني وحلو أنا قدي هذا كم بلعيم حتى كل كود مسو جلين يهول كود أديت فا ما يوحس أنا قوم با مر والبا وحن أركيني مرتا قدي هذا وحكود احترتي سياسة قريبا نيسا سياسة دا قريبا نيسا أنا دبي كواهي لكن كل مرة وين أنا قوي سوت فنا سلو با مهمة هاي أنا قوي أنا جاي مالتي ولا دارتينا تويتر عن قريبة بتشرا أو عن إيميل عن لما أنا سياسيين تي بيش عالم كوكلا ديري عن ليه سي وضم كوميرش تاجين هو دقة وحلا لشقي أنا وكو كرسون هاي نلشقي سيمبلي وان كا تاسي قرار العط بيه بالله تا بدل كي تاسي بحس يحوك مجرى كده مركي حلك لقى قاضي وقدومي هلا دورتي وحاب بلعبته إن دورشي ده أي قبصونته ما حسوا بها مرك ما يدورشاد مركا هرب هو يقبصونته أوكي هري دورشاد هو ويد أحدي مو يعني دورشاد هو قدوميها كده أنا وقتي هو يصاب بلعبته دورشاد أقل كيسر عدمو دماضي أو أفرح اللي بان عمل أو كلا كارسنا كلها شعب كنا إلا أفر تمية كل واد اللي بان بلا دورت دورشاد هو يسعتي دورشاد يو سعتو حساسي مرة أصل لما قاعد با ما خلاف بهم أوكي وعن أنا مش سان وقت لنا عن خلافية عن الشيء بيها بس أنا مرة أول بوحان ربي دتك سؤال دو دتك ترتمى يا إني عدالة هلان مثلا كرات خلافات كل شيء وقال كرسي جواري بقى كمدها الله نحرسته ما ده أحد ما هو قوله إذا إسكو ما نعرفني كرسي فري وقال دوضة مركز أساس مركبة جودية دي خلافات مركي تضبح من هذا كمد الله صاري وقال يعني وحيابه أساس وحيابه يبيه هاي دينا أنا نقول ماشي كبح حقيقة وأي هاي قدومي هذا وما سنت هاي أنت هاد قدومي هاد سجارة مراكل أنت مدحينا هاد الثلاثة هيا أو مركا مشرحها مركا كالن أنت بوكلا أسنا دور شدة مدحينا حسن إيه هرت سووا حكم ده ما دش مشرحين ما دحتني ماذا ما ضل بيهاين سيدا ده بجديد وحيدون يعني مروا بنا قيمين يعني نعكس دور شدة كل وقت له إن أي لقول ما والله كلنا ماي كنت نين عن سفرة نهينا وقها ده وحي نين عضينا وقها وحي تلوينا يا ونسين كرينا ونسينا يي أنا وحي مربع حال ماشي وتعين هاي فكرة أنا وش يعني هو وش يعني هو كل جنا ما هين ده ما دش مدو في مشرحين ما دحتني ما ضل بحضا ولا كم أنا وأقول كل مني قرقر وأقول كل مني بل إسكبة داي وحاجرتي مر عن إسكو درين كأهين دور شدة ومركي أقل كسرة دور شدي سؤال بلا متي أو أيوة كاتي قف للربا يمن حيس إن دور شدو الضهضة وحيابا صدام ولاعبا كوضا قبني ملاعن إسكو أركتكا هين ويجرتي مركوا كل مني مهم بين أهين مروا البنا هذا دور شدو صوصو عطانا قدية معمولة إياه دادك وقبضان أي دقيسان دوران أما قدية سيدو دادك وقبضان أي دقيسان إن لون باهي إن أي دقيسان وادادك سياسة دبنان كتشوغا لكن سياسة دتانيني رساس كله يحوي مثلاً مدح اللي ما بقول ذي ذو ما مركي بهايستان رئيس الوزراء يمدحونه حلك بيتشوغان لكن مشرحين تو وحبا ما هايستان وقعدوا دنينا يا باش وحبا ما هايستان مرك إن إياه قلت لديك إستو قد ديغانينا شرفتيسو
waxay koow ka tahay in dadka aan awooda marka lahayn inuu dhageysto dareenkooda oo dadku doonaya inay wax u qabtaan ama walaacooda ay wax ka qabtaan waa dadkan aan awoodu gacanta ugu jirin soo marka waa isarkaynay waa isu furayn kaliyana ma ahan inta kale oo dhan waa wada arkay ilaan talay soo jeedin karaan mar walba talay soo jeedin midow musharxiinta qof aanan gaar u arag ama jamac aanan u arag ma uusan jirin okay gudoomiye intii aad gudoomiyaha ahayd weli cid madaxdii hore ama kuwa hadda xilka hayaba ama guddiga aad madaxda ka ahayd oo ku hanjabtay ma jiraan horta guddigu dhexdiisa isuma hanjabin guddigu isaga waaba hal guddi dhibaatada ka imaanaysay kor un bay ka imaanaysay iyagoo dhan baa dhibanaa guddiga dhan dhibtiisu iyagay ku wada dhacaysay gudigu marka sabab ay dhexdooda isaga hanjabi karaan ma jirto ma jirta waaya laakiin de kor kor way hanjabaaduhu way iska badnaayeen oo kursi hebel haddaadan qabansaan dhacaysa yani waxaasi wax iska imaanayay bay ahaayeen laakiin xaqiiqiyan anigu hanjabaadaasi iyo ma ahayn dan uma arkayn wax macnaa lahoo la sheegana madil baa laygu hanjabay wax la sheega maaha maba lagu dilin waad nooshahay mogta haddii hanjabaad dilihii soo baxdo adaa lagaa rabaa saad bidqabkaaga u ilaashato laamaha amniga kugu xeeran inaad wargelshato laakiin wax intaad warbaahin lasoo istaagto saana la yiri la yidhaahdo waxba macno ma samaynayso anugu haddana taasaan u arkaa marka in hadda laga hadlana muhiim maaha arrinta ka shaqeynaysa markay xasaasi tahay hanjabaad waad la kulmaysaa cagajkuleyn waad la kulmaysaa waxaad la kulmaysaa waxyaabo kaloo badan baad la kulmaysaa laakiin waxaasi muhiim maaha waxaa adiga kuu muhiima inaad shaqada lagu dhiibay aad qabato hanjabaadaasi ma maamul goboleedyada ka imaanayaan mas gudaha intay doontaba ha ka imaato way kala badan tahay meesha doontay ka imaanaysaa wada samayeen meel badan bay ka imaanaysaa lama kala saari laakiin dee hanjabaad in la sheego oo media laga sheego baan anigu arkaa inaysan macno lahaynba waayahay waayo markaad mas-uul tahay shaqana aad hayso shaqadaada waa lagugu handadaya haddaad marka adigu handadaada aqbashana dee waad cabaanaysaa waa lii hanjabay oo cabaad baad muujinaysaa haddii aadan wax weyn kasoo qaadinna shaqadaada waad qabsanaysaa waa fahmi sooma marka mar hanjabaadu wax macnaa leh ma samayso waa laga sii soconaa waxba ma samayso marka qof kastoo xil qabtayn adiga wariyaha baa hanjabaad la kulmaysay shaqa hadda ma haysaa taad haysada hanjabaad kala kulmaysaa makaa celinaysaa inaad warbaahinta ka joogsato maya laakiin inaad sheegtana wax macnaa le hadday sheegaysana dadka ay qusayso unbaa loo sheega ha laakiin intaa warbaahin lasoo istaago dee waa lay hanjabi xoogaa aniga waxaan u arkayaa inay tahay hoosayn gudoomiye doorasho dadban maxaad ku sifayn lahayd adiga maadaama gudoomiyii hore guddiga doorashooyinka aad tahay wallaahi doorasho dadban soomaalidu way gashay waxna way ku dhistay ama xumaadeen hala sanata khasab waan ogahay inaysan dadku lahayn go-aanka oo lamay dhaamayo oo dadka waxoodii la boobayo lakiin dee maxaa keenay innaga sharcigii dowliga ahay nooma dhisna ama hadduu dee dhisan yahay ma gaarsiisno dalka dalkii iskuma xira dowlado kala shaqaynaya ayaa dhisan ammaan darro kaloo baahsan baa jirta duruufahaasi baa keenay doorasho dadban ma ahayn inay saas wax u dhacaan keliya waxa u baahan duruufta waddanku ku jiro ee keenaysa doorasho dadban in la galo in meesha ay ka baxdo taa sidee loogu habweeli karaa sababaha marka dowladahan loo dhisayo doorasho dadbanna loogu dhisayo ayaa ah in dalkan meesha u taagan yahay laga saaro waa fahmaysaa soo maa markaan saas ku leeyahay waxaan ka wadaa dalku waa taayr waa gaari taayradiisu kala shaqaynayaan go-aanka yacni xamar ka soo baxa hadduusan baydhabo iyo garowe iyo dhusomareeb iyo meelihii kale uusan ka hirgelayn dee go-aan macno ma samaynaya
dowladnimadu waa inay dalkeeda xukuntaa waa in amarka warqada ka soo baxdaa fiiladu oo tuulada ugu sheeyay xuduudka ku taala uu ka hirgeli karo hadii samarka taasi jirin waa sidee wax loo dhisi karaa baan ku jiraa inoo dalku uu burburay dagaal soo kayay uu galay is aamin daraan baa jirta ummadu way qoqoban tahay marka doorashada marka duruufta keentay سي مركا لوغا بيخي كرا ادي سؤاشو تاهي وحا لوغا بيخي كرا ان دل كان دولنمدي سو شقايسو او شرعي غو سريهو او قفكو موادين كاي او دريب انترنت بلاس واديك اي معاميشو كهيلي كران انترنت فايبر اه او حواري سو يهي 20 ميجا بايت بير سكند اينا لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال يبقلال دقيقه او اه كو هذا البلاشه